أهلا بكم في بيت الحكمة، برنامج الكتب والثقافة والتاريخ. في بيت الحكمة بعد قليل إصدارات جديدة. في نبذة عن سنستضيف الأستاذ سواد كوجار، وسنطالع الدولة الأم لكمال طاهر في الكتاب الكلاسيكي. أما في المجموعة فسنعرض مؤلفات راسم أوزدان أوران، وسنتوقف عند تحفة الحرمين ليوسف نبي في الكتاب المفقود. ها هو بيت الحكمة قد بدأ. وحدة A4. شاعرتنا وكاتبتنا الشابة فاطمة زهرة ميرينوس، وبكتابها وحدة A4 تأتي بعبق جديد للأدب التركي. بكلماتها تنادينا للتقرب من وحدتنا التي تقف بعيداً عنا، في حين تذرف دموعها على جراحنا الإنسانية تصبح رفيقة روحنا. وبالأسطر التي تمكننا بأن نسمع صوت أنفسنا تبقينا الكاتبة وحدنا لنشعر بعزلة وسط هذا الصخب الدنيوي. عام من الذل والانخداع. هذا الكتاب تناول أحداث عام مضى شهد جرائم إسرائيلية بشعة، وشهد مواقف عربية مخزية تناولها المؤلف بالنقد والتحليل وكشف النقاب عن دقائق الأمور منها. جاء عدوان غزة بعد عام من الذل والهوان، وبعد أن صمد أهل غزة وقاوموا الاعتداء أياماً طويلة قاسية، وحوصر القطاع اقتصادياً وعسكرياً وبشرياً من أجل خنق أهله ومنع الحياة عنهم. كما شهد مواقف مخزية لعدد من الزعماء العرب وتعاونهم مع العدو وتقبل الذل والإهانة، والعالم يقف متآمراً أو متفرجاً مكتوف الأيدي إلا قليلاً منهم. ضيفنا في نبذة عن هو رئيس تحرير مجلة السينما الكاتب سواد كوجار، والذي أجرينا معه هذا الحوار. هل تحدثنا عن سواد كوجار؟ حسنا، أنا من مواليد عام 80 من أرض روم والتي نشأت فيها. في العام 2002 قدمت إلى اسطنبول وبدأت العمل في الكتابة لمجموعة مجلات، وخاصة في مجالي الفن والثقافة، كما قمت بالكتابة في الصحف. في عامي 2003 و2004 توجهت إلى عالم السينما بما يتعلق بتاريخ وفكر السينما التركية، فبدأت كتابة المقالات وتحضير التقارير. أما الآن فأقوم برئاسة تحرير مجلة فاصل فيلم سينمائي، وهناك كتلة سينمائية تتشكل حول المجلة اليوم تساعدنا في بحث تأثيرات السينما الحديثة. هل تعكس المصالح التجارية واقع المجلات؟ أجل، وهذا الانعكاس انعكاس طبيعي جدا. أنا أقول عن المجلات بأنها مثل الولد اليتيم، لأن المجلة تقف في نقطة وسط، فهي أصغر من الكتاب وأكبر من الصحيفة، كما أنها تقوم بما لا تستطيع أن تحمله الصحف من نزاعات فكرية وما شابه من جدل، كما تعالج بعض المواضيع الأخرى الصغيرة بالنسبة للكتب. لذلك تقف المجلة في مكان وسط، وتحمل دائما مصلحة فكرية، وتحمل دائما هما فكريا. المجلة الآن تقف إلى الجانب الفكري، لكن للأسف فقد تم وضع المصلحة التجارية في عين الاعتبار، والتي تغطي الأجندات اليومية والإعلانات وبعض المؤشرات الاقتصادية لبعض الأعمال. صحيح أن هذا محزن، لكنه من شروط استمرار المجلة والذي لا يمكن الاستغناء عنه. هل تتمتع المجلات السينمائية بالقيمة الاقتصادية التي تستحقها؟ هناك مجموعة من الشروط لتقف المجلات على قدميها في تركيا، وأحدها هو إصدار المجلة ضمن بنية تكتل للشركات لإصدار المجلة عن طريقها، أو أن يتم نشرها تحت مظلة مجموعة تجارية أو دائرة دعائية داعمة لها لإكساب القيمة للداعمين. فقط في هذه الظروف تستطيع المجلة الوقوف على قدميها والاستمرار، وإلا فإن المجلات المستقلة والتي تروج لأي فكر كان ربما تتمكن من الوقوف على قدميها، لكن بشروط صعبة جدا. ما هي خططكم في قادم الأيام لمجلة فاصل فيلم سينمائي؟ نعم، فاصل فيلم سينمائي ليست مجرد مجموعة من الأوراق فحسب، وهذا ليس رأيي فحسب، بل رأي زملائي أيضا، حيث أن فاصل فيلم هي في الحقيقة منصة لإيصال قلق الناس ولإيصال همومهم وأفكارهم المثالية عبر صفحاتها، وهي أيضا ليست منصة منفردة، بل هي كتلة سينمائية حقيقية قامت بتشكيلها حول نفسها، حيث تم تشكيل جزء مهم منها من الشباب. مجلتنا وبرفقة هؤلاء الشباب ومن خلال أفكارهم ورؤاهم يحمون المجلة سواء في مجال النشر وكذلك في مجالها التخصصي. وإلى جانب الناحية الفكرية تحاول المجلة جاهدة إيصال كل ما هو مفيد من أفلام قصيرة وأفلام وثائقية ولقاءات إلى شرائح واسعة، إضافة إلى الإضاءة على الاختلافات الفكرية والبرامج والعديد من الأعمال المختلفة. طالما نحن مستمرون في عملنا ومن أجل محبي السينما، سنحاول جاهدين إيصال كل هذا. الرابط الوحيد الذي هو أسلم من خيط القطن هو وحدة الأفكار، والذي لا يهدده هبوب الرياح في أي لحظة. فوحدة الأفكار تكون فيما بين الناس المفكرين، لكن ما هي نسبة المفكرين؟ وما هي نسبة لقائهم وانفتاحهم على أفكار بعضهم البعض؟ جميل ميليج. أربعون طريقة لخداع النفس في المواضيع الدينية. الدكتور إمري دورمان والمعروف بأعماله الفلسفية الدينية يسلط الضوء على أفكار أولئك الذين يخدعون أنفسهم في المواضيع الدينية والمتمسكين بمبررات متناقضة ليرد عليهم وفق مصادر دينية ثابتة. دورمان بكتابه 40 طريقة لخداع النفس في المواضيع الدينية وبرأيه الصامد ينادينا إلى التفكير وعيش حياة براقة دون تناقض. القواعد العسكرية الأمريكية والروسية ومخاطرها على الأمن الدولي. اعتمدت الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عقيدتها القتالية على القواعد العسكرية المنتشرة حول العالم، حيث تمكن تلك القواعد الولايات المتحدة من السيطرة عبر أسطولها البحري وحاملات الطائرات من التحكم في المسارات التجارية العالمية. كما اعتمدت على استغلال قواعد بها قوات خفيفة وسهلة الحركة وسريعة الاستجابة من أجل احتواء النفوذ الروسي واستمرار الهيمنة الأمريكية، وذلك من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي ووضع اليد على جميع مصادر الثروة الطبيعية لتشمل المواد الأولية ومصادر الطاقة التي تعتبر بالأساس حساسة لنمو ثرواتها. التحكم في المنظمات الدولية السياسية والأمنية والاقتصادية. إن شعوب الدول التي تتواجد بها القواعد العسكرية الأمريكية أو الروسية على حد سواء مستاءة من تواجد القواعد العسكرية في بلادها، خاصة في وطننا العربي، فالغضب الشعبي العربي يتنامى ويعتبر هذه القواعد شكلاً من أشكال الاحتلال الإمبريالي. كمال طاهر، والذي يعتبر من بين أكثر المنتجين من الكتاب الأتراك، ترك مؤلفات لا تحصى في الأدب العالمي التي تحاكي حياة المجتمع التركي، والذي توجه في كتاباته الأولى إلى الحياة في القرية ومشاكل القرويين، حيث قبلت روايته الدولة الأم كإحدى أهم رواياته. الكتاب الذي يعتبر من بين الروايات التاريخية لكمال طاهر تم نشره عام 67، وهو المؤلف الذي يتمحور حول حقبة تأسيس الدولة العثمانية في السنوات التي صبغت بها الأناضول بالصبغة التركية عبر نضال أولاد عثمان لتشكيل الدولة ومحاولات الدولة البيزنطية وحلفائها لعدم وقوع بورصة وما يحيط بها بيد الأتراك. في الدولة الأم تسرد الرواية الوقائع التي حدثت خلال 10 أعوام من عام 1290 التي يجسدها الكاتب في سنة واحدة. ومن المواضيع الأساسية التي يتطرق إليها الكاتب نموذج الإنسان العثماني وأسلوب حياته وعدالته وعاداته وكيفية ارتقاء إمارة صغيرة إلى دولة عظمى. هذا ما يقدمه الكاتب بأسلوب تعبير أسطوري. الدولة الأم رواية تعبر لنا عن كيفية حفاظ الدولة على عاداتها ضمن شروط تأسيس الدولة العثمانية، وتفيد بأن مصدر النزاع الرئيسي هو أوروبا. رواية الدولة الأم التي حصلت على جائزة المؤسسة اللغوية في تركيا عام 68 تحولت إلى كتاب كلاسيكي قيم. بطل جاليس بأبطاله وعوالمه الكبيرة التي يبنيها يجد إحسان أكتاي أنار نفسه قارئاً قبل أي شخص آخر في روايته بطل جاليس، جاعلاً من قرائه يلاحقون بطله إدريس أمين أفندي. قوة خيال إحسان أكتاي أنار وحديثه المتمحور حول شخصه وتلاعبه بالمفردات وتوجهاته وأسلوبه الساخر تشد الأبصار لروايته. حينما نتابع تحول أدريس أمين أفندي من رجل عادي إلى بطل، ليس بشخصه الجيد وصفائه، وإنما بيقظته وفظاظته وحبه للانتفاع وكذبه وأنانيته، حيث نجد أكثر الحالات غرابة بين بني الإنسان. أنار، والذي يأتي اسمه في مقدمة أسماء الروائيين الناجحين، يظهر من خلال رواية بطل جاليس أسلوبه الشيق. العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي. صدر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب للباحثين أحمد عزوز ومحمد خاين بعنوان العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي بين شريعة المطلب ومخاوف التوظيف السياسوي. ويتناول هذا الكتاب مسألة جديدة في الثقافة العربية، وهي العدالة اللغوية التي راحت تفرض نفسها بالتدريج على الفكر العربي الحديث. بعدما أصبح مفهوم العدالة الثقافية حقلاً مهماً من حقول الاجتماع والسياسة، وقد حاول الباحثان في هذا الكتاب أن يصوغا إطاراً علمياً لهذا المصطلح ويظهرا تطبيقات العدالة على القضايا اللغوية. والغاية من هذا البحث هي عرض الوضع اللغوي في المغرب في سبيل مقاربة العدالة اللغوية في جذورها ومشكلاتها والحلول الافتراضية لها. نستمر في حديثنا الشيق مع سواد كوجار. هل تتابع السينما العربية؟ وهل هناك أسماء لمخرجين أو لسينمائيين تحب أن تذكرها لنا؟ ليس هناك مخرجين بالمعنى الحقيقي للكلمة ممن أتابعهم فيما يتعلق بعالم السينما العربية، وليس هناك لون سينمائي أتابعه أو مخرج معين، وهذا لا يتعلق بالسينما العربية فقط، ولكن هذا مرتبط بالسينما العالمية ككل. لست في بحث مستمر عن نوع معين أو اسم محدد، ولكن من فترة لأخرى أتابع السينما الإيرانية وكذلك السينما الأوروبية، وأتابع السينما الآسيوية، كما أحاول أن أتابع أعمال مجموعة من المخرجين أمثال مجيدي وكياروستمي اللذان يعجباني من السينما الإيرانية، وأتابع أعمالهم الجديدة وأتابع أفكارهم المتعلقة بالسينما وحواراتهم وكل ما يدور حولهم. لديك كتابين، 9 أرواح وما هذا السبت، وكتاب سينمائي، لربما يأتي فيلم إلى المدينة. أجل، فهل تستطيع أن تتكلم لنا عن هذه الكتب قليلا؟ بالطبع. ما هذا السبت كان كتابي الأول، ويتألف كتابي القصصي ما هذا السبت من 6 قصص، حيث تتضمن القصص شؤون الإنسان وشؤون الحياة، إضافة لوجود مجموعة من الانكسارات والهموم التي تشكلت وتراكمت في ذهني، وقمت بتجسيدها ببعض الشخصيات، وقمت بتفريغها على شكل قصص في كتابي. تم نشر كتاب سينمائي لي بعنوان لربما يأتي فيلم إلى المدينة، والذي يتشكل مما تم عرضه في تركيا منذ عام 2000 من أفلام تركية والتي أحدثت انقلابا حينها، ويتحدث أيضا عن مقالاتي التي تتعلق بآرائي السينمائية. بعد ذلك جاء كتابي القصصي 9 أرواح، وهو عبارة عن كتاب ذو صبغة سينمائية، ويتحدث عن حي يدعى كزجاك والذي تعيش فيه 9 قطط، حيث تشهد وترى تلك القطط العديد من قصص الناس الموجودين هناك. كتابي باختصار عمل قصصي يلخص ما تراه تلك القطط. ما هي مشاريعك القادمة؟ سأخبرك. وهل هناك ما تود أن تخبرنا به؟ أفكر بالاهتمام بالكتابة ونشر القصص بشكل أكبر، وهناك كتاب قصصي أعمل عليه يروي مغامرات الطريق، جميع القصص تدور حول الطريق. أفكر بأن أصدر الكتاب في بداية العام، وهذا إن لم تعترضني أي عوائق. كما أن هناك بعض القصص والتي سأحولها إلى أفلام قصيرة أو طويلة، حيث أفكر في عرض هذه القصص كأفلام سينمائية. كما أرغب في تنظيم عائلة عمل فاصل فيلم سينمائي لضبطها وترقيتها من أجل تحضيرها لأعمال أقوى. لو تم تأمين الدعم المالي المطلوب، أي في حال عدم وجود أي عوائق مادية، ووجدت مترجما ممتازا، فأي كتاب كنت سترغب في ترجمته من التركية إلى العربية؟ إنه سؤال صعب، لكن حقيقة لو كان الأمر يعود لي والاختيارات، كنت أود ترجمة جميع أعمال كمال طاهر، فهو أفضل من استطاع أن ينقل أصعب الفترات التي مر بها وطننا إلى قصص، وحتى في السنوات التي كان فيها مسجونا، لقد استطاع أن يعكس أفكار وآراء تلك الفترات المهمة ككنز إلى الأجيال القادمة. هو باختصار كاتب مهم ومفكر قدير جدا، ليس فقط المواطنين الأتراك، بل كنت سأتمنى حتى من الجوار العرب أن يتعرفوا على كمال طاهر، وأن يعرفوا بأنه كان هناك وجود لشخصية مثله عاشت وعانت مثل تلك الآلام والتشنجات الفكرية، واستطاع بأسلوبه الجميل والقوي والناجح أن يعكس آلامه في أدبياته. كنت سأود أن يتعرفوا عليه وأن يشعر الجميع بتميزه، لهذا أحب ترجمة رواياته إلى اللغة العربية. لقد اقتربت المسافات بين الكواكب والنجوم، وازدادت المسافات بين الناس على الأرض بعدا، ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم، وكأننا شظايا تتناثر في الفضاء، ويعجز الواحد منا أن يسمع الآخر أو يوصل إليه رأيه أو يلقي له أذنا أو يفتح له قلبا. لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكون، ولكنه ما زال عاجزا عن السيطرة على نفسه، وبقدر ما ازدادت قوة ذراعيه بقدر ما نضبت الرحمة من قلبه. إن إنسان القرن العشرين شمشون الجسم، قدم على الأرض وقدم على القمر، ولكنه قزم الروح، مراهق العقل، ممكن أن يدمر نفسه في غرور وحمق دون أن يدري. بالفكر والدين والعلم معا يصنع الإنسان نفسه، أما بالعلم المادي وحده وبدون إيمان وبدون خلق، فلن يصنع من نفسه إلا جبارا ومسخا عملاقا مشوها يتنقل بين الكواكب ويخترع أسلحة بشعة رهيبة للقتل الجماعي يدمر بها نفسه دون أن يدري. مصطفى محمود. مهما دار، رواية عن السلطان أبي أيوب. يتحدث إسكندر بالا في روايته مهما دار عن رحلة الصحابي أبي أيوب الأنصاري الذي يعد صاحب اسطنبول الروحي من المدينة المنورة، الكاتب الذي يستند في روايته على العديد من المراجع التاريخية يقدم لقرائه خرائط الروح وما عاشته شخصيته عاشقة العلم والأخلاق. التسامح في الإسلام. الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة التي تأمر بالعدل والإحسان وتنهى عن الظلم وترسي مبادئ السلام في الأرض وتدعو إلى التعايش السلمي بين البشر جميعا في جو من الإخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم، فالجميع ينحدرون من نفس واحدة. وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش السلمي بين الناس أكثر من أي وقت مضى، نظراً لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة. اقرأوا كثيرا ولا تتركوا القراءة. الإنسان صاحب الهم يقرأ، أما الذي لا يحمل هما فيصبح صاحب هم عن طريق القراءة. المسألة مسألة وجود هم لدينا. راسم أوزدان أوران. راسم أوزدان أوران الذي أنجز العديد من الأعمال الفكرية والأدبية ولد في مدينة مرعش عام 40، وخلال حياته التي قضاها في الكتابة أضاف للرواية التركية الحديثة وجهة جديدة ونظرة محلية وبعداً وطنياً. أنهى الكاتب دراسته في كلية الحقوق في جامعة اسطنبول ومعهد الصحافة والإعلام في اسطنبول ليعمل كخبير في هيئة تخطيط الدولة. في عام 75 عمل كمستشار وزاري في وزارة الثقافة ليستقيل في عام 78 من الوظيفة الحكومية ومن ثم ليعود إليها مجدداً بعد فترة. الأعوام التي بدأ راسم أوزدان أوران يشتهر اسمه فيها تزامنت مع الفترة التي قل فيها تأثير الرواية الريفية، في حين كان تأثير كتابات الروائيين الوجوديين أكبر كسب له من خلال تجواله في مدن الأناضول، لدرجة قيل عنه صائد التفاصيل. بموهبته الكبيرة في الوصف أصدر أعمالا قيمة أظهرت الجوانب الشاملة للإنسان. أكارسو هي أول قصة نشرها راسم أوزدان أوران في صفحة أصوات من القرية في مجلة فارلك في عام 1957. أما قصصه التي نشرها فيما بعد في صحف هافتلك يعني استقلال، سويت ودريليش، فتم جمعها في كتاب باسم المرضى والنور في عام 1967. أوزدان أوران الذي أصدر مجلة أدبيات عام 1969 وكان في عام 76 من بين مؤسسي مجلة مافيرا. قصصه وكتاباته تم نشرها في مجلات عدة مثل درليش، أدبيات، مافيرا، إسلام، هيجيا، يدي إكليم وكشكار، بالإضافة إلى صحف عدة مثل ياني ديفير، ياني شفاك وميلي. الكاتب الذي نقل تقييمه وتقديره الشخصي للحضارة الإسلامية إلى كتاباته لم يفرض ما يؤمن به على قرائه، بل استطاع أن يروي ويتحدث عن الرسالة التي أراد إيصالها دون أن يسيء أو يضعف من سرد الرواية. في عام 84 رشح أوزدان أوران عن روايته الباب الذي يفتح على البحر لجائزة روائي العام التركية، وتم تحويل روايتيه موت صاخب جدا وتفكك إلى أفلام سينمائية، حيث نال فيلم موت صاخب جدا جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان جولد كوست انترناشونال فيلم عام 77. أوزدان أوران الذي كتبت عنه العديد من الأطروحات الجامعية والمقالات لا يزال إلى يومنا هذا مستمرا في إثراء حياتنا الأدبية. في الضيق تتبدى السعة، وفي الألم يتجلى الأمل، وفي الكرب يجد المرء مخرجا، وإن كان بعيدا في الرؤية الأولى، وفي الحزن يبعث الله للمحزونين من يسري عنه ولو كان خيالا من ماض أو طيفا من ذكريات. ولو خلق الله الضيق دون سعة، والألم دون أمل، والكرب دون فرج، والحزن دون سرور، ما طاب العيش لمخلوق، وما وجد المرء قيمة لحياة يمكن أن ينتظر قساوتها على أمل العبور إلى لينها ولو بعد حين. أيمن العتوم. نابي، تحفة الحرمين. نابي الذي يعد من أشهر شعراء الديوان ولد في عام 1642 في أورفا، والتي كانت تسمى بروحة. كسب الشاعر شهرته من كونه يمثل ما يسمى بمفهوم ونمط شعر الحكمة في الأدب التركي، بالرغم من أن اسمه الحقيقي يوسف، إلا أنه يعرف أكثر بلقب نابي، الذي إلى جانب كونه شاعرا فهو يتقن اللغتين العربية والفارسية، يعرف أدب هاتين اللغتين، ما جعل تأثير هذا العلم يتجلى عميقا في جميع أعماله. نابي أيضا مثله كمثل العديد من شعراء أسلوبه، فهو من عشاق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حج إلى بيت الله في نحو عام 1689، وبدأ بكتابة كتاب الرحالة تحفة الحرمين فور عودته من الحج. بالرغم من استخدامه لغة ثقيلة ومن الصعب فهمها في كتابه، إلا أنه أظهر أشعاره بلغة واضحة ومفهومة. العمل الذي وحد ما بين الآيات الكريمة والنثر باحترافية كبيرة، تميز بتعليقاته عن الأمكنة ليترجم أحاسيس زوار الأراضي المقدسة. الغربة أن تشعر أنك غريب عن نفسك. هناك فواصل تقف بينك وبينها، هناك سدود تقطع التواصل، وقد نحب في أنفسنا شخصا آخر كما نحب عمرنا في أعمار غيرنا. إن الغربة ليست ظاهرة هجرة أو بعد أو فراق، فليس كل مهاجر غريبا، وليس كل غريب من ودع أرضا أو وطنا، لأننا قد نصبح غرباء ونحن لم نودع أوطاننا، وقد نهاجر وإن كنا مقيمين. ما قيمة أن نحب وكل الأشياء حولنا لا تؤمن بالحب؟ ما قيمة أن تغني ولا تجد أحدا يسمعك؟ ما قيمة أن نتمسك بالأمانة ونحن نعيش بين اللصوص، أو نتمسك بالشرق في بيوت السوء؟ كل هذه الأشياء تجعلنا دائما غرباء.